السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنتحدث عن فضل كلمة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة. لكن قبل البدء لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا معنا في هذه القناة المباركة لنستمر إن شاء الله تعالى في نشر المزيد والمزيد بإذن الله تعالى. إخواني وأخواتي، قول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من أعظم الأذكار ومن أعظم العبادات التي يمكن أن يتقرب بها العبد إلى ربه، وهو ما يجلب له، يعني هذه الكلمة تجلب له الخير والبركة والمغفرة في كل من الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. نعرض في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى فضل قول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أول شيء أن هذه الكلمة أو أن الاستغفار يجلب النعم ويجلب الخير للمؤمنين المستغفرين، حيث يذهب خوف أو الخوف من قلوبهم ويبدله الله عز وجل، ذلك الخوف يبدله بالأمن، ويحول الله عز وجل الشقاء إلى سعادة، ويحول الله عز وجل الفقر إلى غنى، كما ورد في قوله تعالى في القرآن الكريم حيث قال سبحانه عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالاستغفار أيها الإخوة والأخوات، وهذه الكلمة هي ضمان وأمن من العقوبة، وخاصة حينما يكون منبع الاستغفار من القلب، ويكون العبد صادق به، كما أنه أي أن الاستغفار سبب في دفع البلاء وفي النجاة من كافة النقم. وقد ورد الدليل على ذلك في قوله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن أبرز الوسائل التي تساعد على نزول المطر من السماء أوقات الجفاف هو الاستغفار، وكذلك من أبرز الأسباب في الزيادة في البركة في الأولاد والمال والثمار الاستغفار، مثل ما جاء في قوله سبحانه عز وجل في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات يكون قد انتهى الفيديو، إلى فيديو مقبل إن شاء الله عز وجل. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا تنشروه مع إخوانكم وفي العائلة والأسرة، فإن هذا يدفعنا إن شاء الله لتقديم المزيد والمزيد إن شاء الله تعالى. أخوكم محمد يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.